بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة في مستهل هذا اللقاء القرآني الذي نراجع فيه ونتعلم التلاوة الصحيحة لآيات الكتاب العزيز. نرحب بضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، نعيش في رحاب حلقة اليوم مع مراجعة الصفحة الثانية من سورة الملك، وقد أخذنا في مراجعة الأسبوع الماضي الصفحة الأولى من الآية الأولى إلى الآية الثانية عشرة، اليوم مع الآيات المباركات من الآية الثالثة عشرة إلى الآية السادسة والعشرين. أعزائي المشاهدين، هذا الفتوح، فتوح القرآن العظيم، يؤتيه الله تعالى من يشاء من عباده، ولكن هو للمجتهدين. وقد تمتعنا من خلال الأسبوع الماضي بمراجعة الصفحة أكثر من مرة ليزداد التالي إتقانا، وكذلك يزداد الحافظ إتقانا. أعزائي المشاهدين، مع وصية فضيلة الشيخ خالد لينا قبل أن نبدأ المراجعة، هنشوف فضيلة الشيخ هيوصينا بإيه، وقد وصانا بجزء من الوصية في الأسبوع الماضي. فضيلة الشيخ خالد، ما هو الوصية التي توجهها للإخوة المشاهدين قبل أن نبدأ مراجعة الصفحة الثانية من سورة الملك؟ أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ثانيا هي ليست وصيتي، إنما هو ما أخرجه الطبراني بسنده عن ابن عباس والحاكم وابن مردويه أنه قال لرجل: ألا أتحفك؟ وأخذنا هذا الجزء بما يتناسب مع التلاوة، حيث أننا سنتعلمها وحتى نعلم تبعا لما وصى به هذا الصحابي الجليل هذا الرجل بقوله: علمها أهلك. ذاك هو الجزء الأول. الجزء الثاني من الحديث، لماذا، كأنه يجيب، لماذا أعلمها أهلي وجيراني وولدي وصبيان إلى آخر ما سمعناه آنفا؟ يجيب فيقول: إنها المنجية، وهي أي سورة الملك المجادلة يوم القيامة عند ربها لقارئها. وعن جابر بن عبد الله أن سورة الملك تجادل أي تدافع عن قارئها عند الله عز وجل من أن يعذب. وعن ابن مسعود أنها المانعة. إذن ذاك هو الجزء الثاني الذي نقف عنده. إذن أنا أتلو هذه السورة لأشياء كثيرة، لكن فيما جاء فيه نص يجب أن ننتبه له وأن نوليه شيئا من الاهتمام أكثر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بالذكر والتلاوة قبل النوم، وخصها بالعدد لو أننا نتذكر فيما كنا نتلو آنفا من آيات الذكر الحكيم. فأقول لك على سبيل المثال، وهذه آية باتفاق، كان البعض يقول أو أظنه يقول: ما فائدة آية باتفاق عند علماء العدد؟ مع أن في هذه السورة جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية، اسمع، 30 آية. إذن نبه النبي على عدد الآي
وذاك في باب التلاوة أمر وعلم يجب أن ينتبه له التالي، ولا يغتر بقصر الآية أو بطولها، بل عليه أن يقف عند رأسها، أي عند آخر كلمة فيها وهو يتلو، حتى ينال شرف شفاعة هذه السورة حتى تنجيه. كيف سيكون ذلك إلا بأول شيء نفعله الآن أو بعد قليل، وهو أول درجة التلاوة. إذن تكرار الصفحة أو تكرار الآية يحتاج مني إلى أشياء: واحد، الانتباه والاستماع والإنصات جيدا حتى أقرأ هذه الكلمات جيدا. لماذا؟ لأنني إذا تلوت مع التالي ولم أستمع لن أنتبه إلى كيفية نطق الكلمة ولا إلى الأحكام التي بها، وهذا ما أراه عمليا في الحياة مشاهدة مع من يحاكي أو يحاول أن يقرأ، يسمع ويردد معه. نعم تفعل هذا بعدما تتقن وبعدما تعلم أنك أصبحت تتلو تلاوة صحيحة. إذن كل شيء له مرحلة. إذن المرحلة الأولى أستمع أنصت جيدا، المرحلة الثانية أصحح على من هو أمامي وأدرى مني بالتلاوة، قال لي أصبحت القراءة جيدة، ساعتها أكرر حتى لا أنسى ما أخذت، وهكذا وهكذا، وتبدأ العملية في الدوران الصحيح. إذن تلك هي وصية ابن عباس. ولماذا؟ وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد. أعزائي المشاهدين، أهل القرآن، هيا نتنافس في إتقان التلاوة وننفذ وصية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هنبدأ أعزائي المشاهدين من القاهرة، طبعا هنقرأ على حسب ما سيظهر أمامنا على الشاشة أو عندما يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا شكرا يكون خلصت التلاوة. هنبدأ بالحاجة أم شريف من القاهرة. حاجة أم شريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم، ابدأ من الآية 13 وإياكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به. أوي مش أوو. أو اجهروا به. بالراحة بس كده. أو اجهروا به. أو اجهروا به. أبين كسرة الواو، ده رقم واحد، وأبين المد الطبيعي رقم اثنين. أوي أو اجهروا به. أو اجهروا به. جميل. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جهد مشكور. وأخلي بالي من القلقلة في القاف خلق عند الوقف، وكذلك الجيم من كلمة أو اجهروا. الله يفتح عليك أم شريف. شكرا جزيلا الحاجة أم شريف. حاجة صبرة تفضل، مشكورة. جعل لكم الأرض ذلولا. ممكن نرفع صوتنا شوية حاجة صبرة بعد إذنك ونعيد تاني؟ حاضر. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الأرض ذلولا. الأرض ذلولا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. نقسمها كده بالراحة. فامشوا في مناكبها، ونقف هنا. فامشوا في مناكبها. بالراحة يا أمي. فامشوا في. فامشوا في مناكبها. مناكبي كبها. مناكبها وكلوا من رزقه. أيوة. وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف.
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الأرض. الأرض فإذا هي تمور. ما شاء الله، جهد مشكور يا أمي، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا للحاجة صبرا. الحاجة أم أحمد من الدقهلية تفضل مشكورة. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ما شاء الله، تلاوة طيبة، الله يفتح عليك يا أمي. شكرا جزيلا الحاجة أم أحمد من الدهلية. تفضل الحاجة أم محمد من القرط، وصل التلاوة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. طيب هستأذنك تقولي ورايا، ممكن بعد إذنك؟ يا أم محمد سمعاني؟ معاك حضرتك، مع حضرتك. أيوة تسلمي. اتفضل. بالراحة كده. أولم يروا. أولم يروا. إلى الطير فوقهم. إلى الطير فوقهم. صافات. صافات. التشديد في الفاء أخلي بالي منه. صافات. 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 ويقبضن. ويقبضن. ما يمسكهن إلا الرحمن. ما يمسكهن إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصير. إنه بكل شيء بصير. 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 أمن هذا الذي. أمن هذا الذي. هو جند لكم. هو جند لكم. ينصركم. ينصركم. من دون الرحمن. من دون الرحمن. إن الكافرون. إلا في غرور. إلا في غرور. ما شاء الله، تلاوة طيبة، ربنا يبارك فيك يا أم محمد. شكرا جزيلا لأم محمد، ربنا يفتح عليكي. هنروح لأم عمرو من القاهرة أيضا، اتفضلي يا أم عمرو. أمن هذا الذي يرزقكم. يرزقكم. أمن هذا الذي يرزقكم. لا، القاف مضمومة والزاي مضمومة والكاف كمان مضمومة. يرزقكم. يرزقكم. أيوة كده. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أبين ضمة العين والتاء. في عتو. عتو و. في عتو و. لا، عتو ونفور. عتو ونفور. بص يا أمي، في عتو. في عتو. جميل. عتو و. عتو و. لا، عتو و. لا، عتو و. عتو. عتو ونفور. في عتو ونفور. أيوة كده، ممتاز. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. جهد مشكور يا أمي، ونخلي بالنا من الصاد في قوله صراط مستقيم، الله يفتح عليك يا أم عمرو. خالص الشكر للحاجة أم عمرو. ونسمع الآن الحاجة خديجة من القاهرة، تفضلي يا أم. الآية كم؟ الآية أم 23. 23 و24 الاثنين مع بعض. قل هو الذي أنشأكم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ما شاء الله، جهد مشكور وجميل يا أم، الله يفتح عليه. جميل، شكرا جزيلا للحاجة خديجة من القاهرة، وبنرحب بالحاج زينب من الجيزة. تفضل مشكورة، تواصل التلاوة دول آخر آيتين إن شاء الله في صفحة اليوم. تفضل يا حاج. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ما شاء الله، تلاوة طيبة، الله يفتح لك يا أم. شكرا جزيلا للحاجة زينب من الجيزة. هنسمع الآن الحاجة أم كريم من الجيزة أيضا، ولكن من أول التلاوة تاني، آيتين آيتين زي ما استمعنا كده أعزائي المشاهدين، 13 و14. اتفضلي يا حاجة أم كريم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ادي الغنى حقها شوية. عليم بذات. حاضر. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جميل، ما شاء الله، أحسنتي. شكرا جزيلا الحاجة أم كريم. الحاجة فاطمة من إسماعيلية، اتفضلي يا فندم واصلي. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. أبين الكسرة كويس، كي بيها الكسرة في الكاف، مناكبها. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أدي الغنى حقها. وإليه النشور. وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم. هنعيد تاني بس بالراحة. هنعيد تاني بس بالراحة. أول كلمة هقولها. طيب، هنعيد تاني بس بالراحة. حاضر. هنسمع أول كلمة كده. أأمنتم. حاضر. أأمنتم من في السماء. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. حضرتك قلتي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ لا، معلش. طيب معلش. معلش. أنا أسفة شيخ. لا ما تأسفيش يا أمي بالراحة، مفيش أسف يا أمي، كمان مرة بالراحة. ماشي شيخ. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ممكن نجزأها ونقولها بالراحة كده، لو قلتها بالراحة أنا متأكد الأحكام اللي عدتنا هتقوليها تاني، بس بالراحة كده. حاضر. أأمنتم من في السماء. في غنى عدت. من في السماء. تمام؟ تمام. أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ما شاء الله، جهد مشكور، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا ليك يا حاجة فاطمة من إسماعيلية. شكرا لكم جميعا أعزائي المشاهدين. طبعا احنا في شوق ان احنا نكمل التلاوة، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البينات في سورة الملك. بنراجع معا أعزائي المشاهدين الصفحة الثانية من السورة المباركة من الآية 13 للآية 26. بدايتنا مع الحاجة أم يوسف من الدلي. حاجة أم يوسف تفضلي واصلي. يا حاجة أم يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أخلي بالي من الراء ترقق، نذير نكير. الله يفتح عليك يا حاج أم يوسف. شكرا جزيلا للحاج أم يوسف من الدهلية. نسمع الأخت إيمان من القرية. تفضلي يا إيمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هنعيد الكلمة دي تاني كده بالراحة ونقف عندها عشان نخلي المد ستة مش أربعة أو أربعة ونص أو خمسة، لا ستة. صافات. صافات. جميل. الكلمة اللي بعديها بقى ويقبض. أخلي بالي من القاف. لا ما أنا نسمع بس بالراحة. القاف والضاد والنون تبقى كده ويق ويقبض ويقبض ويقبض. ايوه كده ماشي. كمل. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. لا الغنن متاكله بالراحه كده ونقسمها كده. هجيبها تاني معلش. اتفضلي. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. طيب إيمان الله يفتح عليكي وهستأذنك تقولي وراي أيدي بعد إذنك. ماشي. أمن هذا الذي أمن هذا الذي هو جند لكم هو جند لكم ينصركم ينصركم من دون الرحمن من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور إن الكافرون إلا في غرور. جهد مشكور الله يفتح عليكي. شكرا ليك يا إيمان وبنرحب بالحاجة إحسان. اتفضلي يا أمي وصلي التلاوة. الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. كمان مرة بعد إذنك. حاضر. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. صح كده يا خالد؟ تمام. بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ما شاء الله جهد مشكور الله يفتح عليك. شكرا جزيلا للحاجة إحسان. وهنروح للبحيرة مع الحاجة أم علاء. اتفضلي يا حاجة أم علاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار. لا والأبي لا والأب والأبصار. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هنعيد كده بالراحة. ذرأكم في ذرأكم في الأرض. ايوه كده. ما شاء الله جهد مشكور الله يفتح عليك. شكرا جزيلا للحاجه ام علاء من البحيره. الاستاذه سهام من القرى. اتفضلي يا استاذه سهام. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين. ما شاء الله تلاوة طيب الله يفتح عليك.
الله يفتح عليك يا حاج سام، شكرا جزيلا ليكم جميعا اعزائي المشاهدين على تعاونكم معانا. هنرجع تاني من اول الصفحه من الايه 13 ان شاء الله مع الحاجه ام خالد من اسكندريه. ام العزيزه اتفضلي، مشكوره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واسروا قولكم او اجهروا به. ابين كسرت الواو يا امي، اوي اوي جهروا. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. الغنى يا أمي، عليم بذات. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما أوصل يا أمي أبين التشكيل، من خلق وهو اللطيف. ألا يعلم من خلق وخلق يا أمي القاف مفتوحة، من خلق وهو. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما شاء الله، جهد مشكور يا أمي، تسلمي، الله يفتح عليكي. شكرا جزيلا الحاجة أم خالد من اسكندرية. نرجع القاهرة مع الحاجة سوير، اتفضلي يا حاجة سوير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. من رزقه، من رزقه. وإليه النشور. النشور، النشور. أأمنتم من في السماء. أأمنتم، أأمنتم من في السماء أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ما شاء الله، تقدم كبير، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا الحاجة سهير من القاهرة. ونسمع أيضا الحاجة زينب من القاهرة، تفضلي حاجة زينب. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ما شاء الله، تلاقيه ممتاز، الله يفتح عليكي. الله يفتح عليك يا استاذ زينب، ما شاء الله. هنروح لاسكندريه مع الحاجه امال. حاجه امال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات. ممكن نقسمها عشان نقولها صح؟ ماشي. أولم يروا إلى، أولم يروا إلى، إلى الطير فوقهم، إلى الطير فوقهم صافات. لا، سا سا بقت سين، لكن صا 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 صافات. كمان مرة كده بس نزود مد شوية. صافات، صافات. ويقبضن، ويقبضن. ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن إلا الرحمن. إنه بكل شيء، إنه بكل شيء، بكل شيء بصير، بكل شيء بصير. أمن هذا، أمن هذا. الذي هو جند لكم، هو جند لكم. الذي، الذي هو جند لكم. ينصركم، ينصركم. ينصركم، ينصركم. من دون الرحمن، من دون الرحمن. إن الكافرون،
إن الكافرون إلا في غرور. إلا في غرور. ما شاء الله، جميل، أحسنت يا حاجة أمال. الله يفتح عليك يا حاجة أمال. أعزائي المشاهدين، بنرحب بأم إيمان من اسكندرية، من أم إيمان من الشرقية عفوا. اتفضلي يا أم إيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن يمشي مكبا على وجهه. يا حاجة أم إيمان، نعم، لو تكرمتي اعيدي تاني الآية الأولى وإدي الغنة حقها شوية. ده رقم واحد. أمن هذا أمن هذا أمن هذا أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. أيوة كده. بل لجوا في عتو ونفور. في عتو ونفور، فالعين مضمومة والنون مضمومة. في عتو ونفور. في عتو عي لا في عو في عو في عتو ونفور. ونو ونو ونفور. أيوة كده. أفمن يمشي أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ما شاء الله، تلاوة طيبة، ربنا يبارك فيك وفي أحسن. شكرا جزيلا لأم إيمان من الشرقية. نسمع الأستاذة سناء من اسكندرية، اتفضلي يا حاجة سناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الله خيرا. وإياك يا أم، اتفضلي فهم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ما شاء الله، جهد مشكور، الله يفتح عليك. شكرا جزيلا الحاجة سناء من اسكندرية. نسمع الأستاذة زينب من القاهرة، اتفضلي يا فندم. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ما شاء الله، تلاوة طيبة، ربنا يبارك فيكي. الله يفتح عليك يا حاجة زينب. أعزائي المشاهدين، هنبدأ تاني نكرر الصفحة إن شاء الله من أولها من الآية 13 مع الحاجة عطيات من القاهرة. حاجة عطيات، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به. القلقلة في الجيم. أوج وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أخلي بالي من التاء، بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم، أحسنت، ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا الحاجة عطيات من القراءة. أعزائي المشاهدين، أهل القرآن، سنخرج إلى فاصل قصير ونعود إليكم لنواصل، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهل القرآن، نجدد لكم التحية من روضتنا القرآنية مع كلمات الله البيانات في سورة الملك. بنواصل عرض التلاوة أعزائي المشاهدين، وبنرجع الصفحة الثانية من السورة المباركة، وهنبدأ إن شاء الله من الآية 15. اتفضلي يا حاجة سميرة. حاجة سميرة، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. بالراحة يا أمي، كمان مرة كده بالراحة، كمان مرة بالراحة. قل هو الذي جعل لكم الأرض
لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. صدق الله العظيم. احنا كنا بنقرأ بالراحة أم بالراحة للسرعة دي. الله يفتح عليك يا أم. شكرا جزيلا الحاجة سميرة. وهنروح للشرقية مع الحاجة زينب. تفضلي يا حاجة زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أأمنتم؟ نعم يا أم. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلكم فكيف كان نكير. لا عيدها تاني أمي. ولقد كذب الذين من قبلهم. ولقد كذب الذين من قبلهم. بالراحة يا أمي. الذين من قبلهم. الذين من. لا يا أمي مش الذين من. الذين من. الذين من قبلهم فكيف كان نقير. جهد مشكور يا أمي تسلمي. شكرا جزيلا الحاجة زينب من الشرقية. هنسمع أم مصطفى من الجيزة. تفضلي يا أم مصطفى. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكوهن إلا الرحمن. بصي يا حاجة مصطفى. ما يمسكوهن. ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. في غنى عدة الإخفاء. جند لكم. جند. جند. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. ما شاء الله. جهد مشكور. الله يفتح عليك. شكرا جزيلا لأم مصطفى من الجيزة. وبنرحب بالحاجة لبنى من دمياط. تفضلي يا حاجة لبنى وصلي. أيوة تفضلي يا حاجة لبنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن يمشي مكبا على وجهه. أفمن. أفمن يمشي مكبا بن على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. جهد مشكور. وأخلي بالي من الصاد والطاء. الله يفتح عليك حاجة لبنى. شكرا جزيلا الحاجة لبنى من دمياط. هنسمع الحاجة نعمة من الجيزة. تفضلي يا حاجة نعمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هي الأفئدة وقف كويس يا حاج نعمة. وقف كويس. نعم. عايز توصلي. مش هقولك لا بس نوصل صح. أما جا وصل أوصل كده. والأفئدة قليلة. حاضر. إذا ده قليلا ما تشكرون. أبدأ بقى. قليلا ما تشكرون. فين؟ قليلا ما تشكرون. أيوة كده. كل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ما شاء الله. جهد مشكور يا حاجة نعمة.
شكر موصول للحاجة نعمة. ونسمع الآن من الأستاذة عصمت من القاهرة. تفضلي يا أستاذة عصمت. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله. لا، النطق كده. إنما العلم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. جهد مشكور، جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا للأستاذ عصمت. أعزائي المشاهدين، هنبدأ من أول الصفحتين إن شاء الله. البداية هتكون مع أم أسماء والأستاذ عمر من القاهرة. تفضلي يا أم أسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسر قولكم أو جاروا به. بالراحة كده. وأسروا قولكم. ونقف. وأسروا قولكم أو جهروا به. أو جهروا به. أيوة كده. إنه عليم بذات الصدور. بالراحة كده. إنه عليم. إنه عليم. عليم بذات الصدور. عليم بذات الصدور. أيوة كده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما شاء الله، جهد مشكور يا أم أسماء، بس في أحسن. شكرا لك يا أم أسماء. تفضل يا أستاذ عمر. الذي جعل لكم الأرض ذلولا فانسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإلى النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور. ماشي يا عم الشيخ عمر. شكرا جزيلا للأستاذ عمر. أعزائي المشاهدين، هنروح سريعا لبني سويف مع الحاجة أم سامح. تفضلي يا أمي. أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. كمان مرة يا أمي بعد إذنك. أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. القلقلة كده تلقيتها هكذا. ولقد كذب ولقد قبلهم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. جميل، الله يفتح عليك. بعد كده أبين بقى الميم من قوله قبلهم فكيف. أحسنتي أمي، جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا للحاجة أم سامح. بنرحب بالحاجة أم وائل من دمياط. تفضلي حاجة أم وائل. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. بضن؟ لا، بالراحة بس كده. ويقبضن. ويقبضن. أيوة كده. أحرص على سكون الضاد وسكون النون واجتماع الساكنين في الوقف يجوز، فأخلي بالك. كمان مرة لو سمحتي وبالراحة. ويقبضن. معقول. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. كمان مرة ولو سمحت قسميها على جمل عشان في حاجات عايزين نصلحها مع بعض. أمن هذا الذي هو جند. هو لا لكم. هو بلاش هو. هو جند لكم. جند لكم ينصركم من دون الرحمن. ينصركم من دون الرحمن. من دون الرحمن. إن الكافرون إلا في غرور. إن الكافرون حاضر. لا إله إلا الله.
إن الكافرون إلا في غرور. ودي مشكور، جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا الحاجة أم وائل من دمياط. دهمنا الوقت سريعا أعزائي المشاهدين، للأسف وانتهى اللقاء معكم سريعا ومع شيخنا الشيخ خالد. نقول للشيخ خالد جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ خالد شكر الله لك. أعزائي المشاهدين أهل القرآن، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلة وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. نردد الآيات إن شاء الله ولا ننساها. وإلى اللقاء القادم أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.